طبعا النقيب النهارده حضوره عندنا تلبيه لدعوه من مجلس النقابه الفرعيه للقاء المحامين في كفر الشيخ، الوقوف على اخر المستجدات، الوقوف على اخر التطورات اللي حصلت في النقابه العامه. طبعا اللقاء النهارده بيكرس اللقاءات اللي معالي النقيب بيقابل فيها شباب وشيوخ المحامين على مستوى الجمهوريه، بيوضح فيها للمحامين ايه اللي تم في اجراءات تنقيه الجداول ووصلنا لغايه فين في التنقيه، بيوضح فيها الانجازات اللي تمت على مستوى النقابه العامه من زياده معاشات، من اتعاب محاماه، من موارد داخله للنقابه، ايه اللي هيتعامل بها بعد كده، زيادات المعاشات متوقع فيها ايه. كل ده هيبقى في لقاء مفتوح معالي النقيب، وعدنا ان هو هيجاوب على تساؤلات المحامين في كافه مجالات النقابيه، وده طبعا بيقرب وجهات النظر بين النقيب، بين مجلس النقابه بالكامل وبين المحامين، عشان يبقوا عارفين ايه اللي بيحصل في نقابتهم وايه التطورات اللي حاصله. احنا النهارده باسم جموع محامين كفر الشيخ وباسم مجلس النقابه الفرعيه لمحامين كفر الشيخ بنرحب بمعالي النقيب، بنرحب بالساده اعضاء النقابه العامه والنقباء الفرعيات اللي حضروا وشرفونا ونورونا، بنرحب بكافه الضيوف اللي حاضرين عندنا النهارده على ارض كفر الشيخ. وطبعا من ضمن الحاجات كمان النهارده النقيب بيلتقي بشباب معهد المحاماه، افتتاح الدوره الثالثه لمعهد المحاماه. النقيب شرفنا وافتتح الدوره الثانيه النهارده. طبعا ده بيدي دفعه كبيره للشباب ان هم لما يلتقوا بنقيبهم ويسمعوه وجها لوجه، ده طبعا بيخلي ان المحامين يفخروا بنقابتهم وبنقيبهم، ودايما زي ما احنا متعودين بنفخر بنقيبنا في كافه المجالات وفي كافه اللقاءات. احنا بنتشرف بوجود السيده النقيب النهارده بينا في وسط زملاته، في وسط الجمعيه العموميه لمحامين كفر الشيخ. احنا لنا طلبات كتير جدا، ولكن احنا بنلخص الطلبات ده ايه في طلب واحد فقط لا غير، وهو الموافقه على انشاء نادي للمحامين داخل محافظه كفر الشيخ، نظرا لاتساع المحافظه ترامي اطرافها، وما فيش موجود نادي للمحاميين داخل النقاب. محامينا النهارده موجودين، احنا كل طلباتنا، الطلب الرئيسي لنا هو النادي، اللي هو اصلا متواصلين مع السيد النقيب، وكان في لقاء بيننا وبينه من حوالي اسبوعين مجلس النقابه بالكامل، ولكن النقيب العام اصر النهارده ان هو يلتقي بالجمعيه العموميه لمحامين كفر الشيخ. ومعالي النقيب العام السنه دي قدمنا ليه باكثر من طلب عشان خاطر يزورنا عندنا، يزور كفر الشيخ للقاء شباب المحامين، للتواصل مع شباب المحامين. هي قيادات النقابه هنا كلها على تواصل مع معالي النقيب، لكن احنا النهارده معالي النقيب مشرفنا للتواصل مع شباب المحامين اللي هم معهد اللي ما زالوا تحت القيد الابتدائي او بعد القيد الابتدائي، يعني ما زالوا في مرحله المعهد او تخطوا مرحله المعهد، لان احنا عندنا دورتين سابقتين تخطى فيها شباب المحامين مرحله المعهد وما التقوش بمعالي النقيب. فاحنا كان بيحدونا الامل النهارده حضور النقيب للقاء شباب المحامين للتواصل مع النقابه العامه من خلال النقابه الفرعيه. النهارده منتظرين طبعا على احر من الجمر لقاء مع النقيب للتواصل معنا احنا بخصوص طلبات وامال محامين كفر الشيخ بالنسبه لانه يكون لهم نادي خاص بيهم في كفر الشيخ، يجمع، لانه ما زلنا المحافظه الوحيده اللي بنحلم ان احنا يبقى لنا نادي يلم المحامين، يلم شمل المحامين ويجمعهم، بدل من النادي اللي موجود حاليا، لان هو النادي اللي موجود حاليا عباره عن شقه. في نفس الوقت استعدادنا احنا كنقابه فرعيه للقاء معالي النقيب ده، احنا من قديم مستعدين وحضرنا اكثر من لقاء مع معالي النقيب في محافظات اخرى، يعني احنا تواصلنا مع معالي النقيب وحضرنا اكثر من لقاء. لقاء الشباب النهارده بمعالي النقيب هو لقاء الامل، لان الشباب بينظر لما تم من اجراءات في خلال من النقابه العامه، بينظر على انها اجراءات
مجحفة في حق المحامين. لما النهاردة يتواصل معهم معالي النقيب ويقول إن الإجراءات دي كانت إجراءات لا ضرورية ضرورية، لأن النقابة كانت هتسقط من غير ما تعمل الإجراءات دي. ثانيا ما يستفدش من النقابة وما يستفدش من العمل النقابي إلا من يعمل في حق المحاماة. يعني إحنا النهاردة الشباب دول عايزين يسمعوا الكلام ده من معالي النقيب، يعني جايبين النهاردة عشان برضو يبقوا حلقة وصل ما بين الناس اللي بتقول إن معالي النقيب بالإجراءات الضرورية اللي تم اتخاذها من تنقية للمحامين واستبعاد لما هو غير مشتغل ولما هو مسافر. النهاردة الناس الشباب المحامين حابين يفهموا ويتواصلوا مع معالي النقيب. كذلك إجراءات رفع المعاش، يعني الجمعية العمومية اللي فاتت معظم الناس يعني حابة تعرف إجراءات رفع المعاش دي تمت على أساس إيه؟ طب إيه اللي هيحصل بعد كده؟ طب يعني إيه الإجراءات اللي ممكن تتخذ لما هو تم عجزه ولم يستطيع أن يكمل في العمل النقاب والمتوفي؟ طب الإجراءات للناس اللي طلعت قبل كده؟ يعني إحنا زادت دلوقتي زاد الحد الأدنى والحد الأقصى. في ناس طلعت قبل كده على حدود أدنى وعلى حدود أقصى، هيستفيدوا منها ازاي؟ برضو الحاجات دي كلها حابين نسأل معالي النقيب فيها ونتواصل معاه فيها، وان شاء الله يكون لقاء جميل. واهلا بنقيب محامين مصر للدورة القادمة ان شاء الله.